بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. الإمام جزاه الله خيرا كان الوعظ لحضور الدرس وسماع التوحيد مرتين. المرة الأولى عندما قرأ في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام أنه حتى في السجن يعلم الناس التوحيد، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المسجون من سجن عن ربه. يعني هذا نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، سجن قدر الله سبحانه وتعالى عليه، هذا رضي بقضاء الله وقدر، بل قدم السجن على حظ النفس على الشهوة. ثم بعد هذا وهو في السجن بدأ يعلم الناس التوحيد. إذا لابد أن نفرح بدرس التوحيد، نسعد، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بعض الناس يقول: لماذا توحيد توحيد توحيد؟ كل ما نأتي ندرس التوحيد. هذا الكلام لا يقول موحد، لا يعني هذا الكلام الذي يقول هذا الكلام يعني كافر وكفر أكبر، لا، لكن الموحد يفرح بالتوحيد، يسعد، لأن حياة العبد، طمأنينة العبد، فلاح العبد بالتوحيد. خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في آخر درس من كتاب التوحيد، ختم كتاب التوحيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قالوا له: بماذا نبدأ يا شيخ؟ قال: بكتاب التوحيد. قال: يا شيخ، الآن انتهينا من كتاب التوحيد. قال: هذا الكتاب يحتاج أن يكرر عشرات المرات. تقي الدين هلالي إمام رحمه الله يقول: أنا أكرر هذا الكتاب وأقرأ فيه حتى يتقرر عندي التوحيد وأبتعد عن الشرك. هذا يقول الأئمة، الشيخ بن باز، تقي الدين هلالي وغيره. وأتي بعض الطلاب يقول: لماذا ندرس كتاب التوحيد؟ درسنا كتاب التوحيد، ما المانع نتذاكر التوحيد؟ لماذا إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ ثم لو تنظر الآن في حال العلماء في المحاضرات، في الخطب، في الدروس، في الوعظ، في الأسئلة، في الفتاوى، أحيانا تجد أكثر العلماء دائما يرجعوا إلى هذا الكتاب. أصل عندك، إذا تأصل هذا الكتاب، تأصل هذا العلم عندك، أي كتاب التوحيد بإذن الله تشرح ولا إشكال، سلم الوصول أو غيره مثلا. فهذا الكتاب والله مهم جدا، وعلى هذا سار علماء السلف، والله سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسأل الله سبحانه وتعالى نوفق الجميع لما أحب وأرضى. بعض الناس يظن أن العلم بكثرة يعني الشروحات، لازم كل ما يأتي يشرح شيء يعني مختلف، ولا يدري أنه إذا تأصل وكان لديه أصول يشرح أي شيء بإذن الله. لكن المشكلة ليست بالكثرة، المهم عندنا الضبط لا الكثرة. يعني هؤلاء الأئمة، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع، عندهم كتب عكفوا عليه ضبطوها، بعد هذا يستطيع يشرح بأي شيء بإذن الله تعالى. فلو ضبطنا هذه الكتب حصل بها خير كبير. ولهذا اخترنا أن تكون يعني هذه الدورة مذاكرة في كتاب التوحيد. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أترك الكتب أخواننا، خلوكم معي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب
بن سليمان التميمي المتوفى سنة 1206 في كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد. نعم. وقول الله تعالى طيب في بعض النسخ لا توجد هذه البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مباشرة دخل في الموضوع. لماذا لم يذكر مقدمة للكتاب؟ اقتدى بعلماء السلف ومنهم البخاري. البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر مقدمة للكتاب، يعني لم يكتب هنا هذا الكتاب انتقيت فيه وضعت فيه وكذا، اقتدى بالبخاري. البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يعلق الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب متخصص في الحديث، وهنا أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة، كتاب متخصص في التوحيد. أو كتاب التوحيد هذا مقدمة، لا داعي أن يشرح لك ماذا في هذا الكتاب، هذا فيه التوحيد. أو الأبواب الخمسة على ما سيأتي معنا هي كالمقدمة لكتاب التوحيد، لنريد أن نقسم الكتاب إلى 10 أقسام: مقدمة، تفسير التوحيد، الأدلة البراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، سبب كفر بني آدم، دحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهي اللفظية، الفاظ الشركية وبعض الشركات، والخاتم. هذا الذي أقول موجود في الكتاب، بعد الدرس تراجع فيه لا إشكال، فهي كالمقدمة. وبعضهم قال أنه سقطت من بعض النساخ، والشيخ العصيمي حفظه الله تعالى أثبت هذه المقدمة، أنه ذكر البسملة والحمدلة والصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. التوحيد ما هو؟ وحق الله العبيد. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا معناه أن التوحيد أقسام ثلاثة. هذا الباب الأول اصطلح العلماء أن يسموا هذا الباب باب وجوب التوحيد، هو لم يبوب لهذا الباب، قلنا أراد يدخل في الموضوع مباشرة، وهذا من أحسن ما يكون في التأليف. لم يذكر شيئا من كلامه، ذكر أدلة من كتاب السنة. أحسن ميزة تميز بها هذا الكتاب الأدلة من كتاب والسنة. قال وقول الله تعالى، نعم، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون يعني يوحدون، الغاية من خلق الجن والإنس عبادة الله سبحانه وتعالى، خلقت حتى تعبد الله. نعم. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا أي والله لقد بعثنا في كل أمة في كل طائفة رسولا. ما هذا البعث؟ أن يعبدوا الله أي وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد، حقيقة التوحيد، التوحيد لابد فيه من نفي وإثبات. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دين واحد. نعم. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. نعم، قضاء الله سبحانه وتعالى قضاء شرعي وقضاء كوني، وهنا قضاء شرعي لأن الله سبحانه وتعالى يحبه، وقد يقع وقد لا يقع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم، بدأ بالتوحيد. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. اعبدوا الله أي وحدوا الله، ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة، عن كل ما يشرك به من دون الله، نبي أو ولي أو جن أو صالح أو ملك. نعم. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. النهي عن الشرك، بدأ بالنهي عن الشرك قبل الأمر بالتوحيد، لابد من التخلية قبل التحلية. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية، لكن ابن مسعود رضي الله عنه نظر أن هذه الآيات الثلاث في كل آية، في نهاية كل آية من هذه الآيات ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله ذلكم وصاكم به. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ولا يمكن أن يوصي عليه الصلاة والسلام إلا بما أوصى الله، هذا أول. أو أن ابن مسعود رضي الله عنه نظر في هذه الآيات أنها جمعت الدين كله. نعم، التي عليها خاتمه يعني أصلية مصدقة لم تغير ولم تبدل، فليقرأ قوله تعالى. نعم.
فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ركوب الحمار مع الإرداف عليه، لم يتميز عن الصحابة لا بلباس ولا بركوب، وكان يدخل الداخل ويقول: أفيكم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا من تواضع عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال لي يا معاذ. فقال لي يا معاذ، هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يناديه وهو قريب؟ يعني انتبه، أنا أقول يا شيخ، يعني انتبه. وإذن النداء للتنبيه والسؤال للتشويق. تدري ماذا حدث البارحة في مدينة الكويت؟ تقول: ماذا حدث؟ قل: حدث أمر عظيم. قال: ماذا يشتاق؟ وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي بالسؤال حتى يستحضر الصحابة رضو الله عليه. نعم. فقال لي يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله هذا يسميه العلماء حق تفضل، كتب ربكم على نفسه الرحمة منة منه وفضلا. نحن لا نلزم الله سبحانه وتعالى بشيء، هو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة منة منه وفضلا. نعم. قلت نعم. قلت: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور القدرية متى الساعة تقول الله أعلم. نعم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. شيئا تعم كل شيء. نعم. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق تفضل. نعم. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. نعم. فيه استحباب بشارة المسلم وإدخال عليه الفرح والسرور. تقول: أبشر. بماذا؟ قال: بفضل الله. أبشر بكذا، أبشرك بكذا. نعم. والبشارة سميت بهذا الاسم لأنها تغير البشرة، تتغير الآن، وفي الأصل تكون في الخير وقد تكون في غيرها. هذا نسرع في السلام. قال الله سبحانه وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم. نعم. فيه مسائل. لا، مسائل بدون مسائل. نعم. قال رحمه الله تعالى: بعد أن بدأ بوجوب التوحيد أراد أن يشوقك للتوحيد، يقول: تعال أريد أذكر لك فضائل التوحيد حتى تشتاق، لا تذهب عن درس التوحيد ولا تذهب عن التوحيد. فإذا بدأ بوجوب التوحيد، لأن التوحيد أوجب الواجبات وأول واجبات، وثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق للتوحيد، لأن هناك من ينفر عن التوحيد. نعم. لا تظن أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد أهل نفاق واليوم ما يوجد نفاق، لا، اليوم النفاق أكثر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلام. نعم. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد لا يعني أن التوحيد ليس بواجب، كما مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، من صام رمضان إيمان واحتسابا، هذا لا يعني أن صيام رمضان ليس بواجب، بل هو أوجب الواجبات. وقدم المؤلف لك في الباب الأول وجوب التوحيد وثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق. نعم. إذن ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب، ومن سعة فضل الله أن الله سبحانه وتعالى يوجب الأشياء ويعطي عليها الأجور كثيرة. نعم. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. في فضل التوحيد تحقيق الأمن والهداية، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهداية في الدنيا وهداية في الآخرة، وبقدر ما تحقق من التوحيد يحصل لك الأمن، يحصل لك الأمن والهداية. قلنا هذا في السجن مطمئن راضي بقضاء الله وقدره، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. نعم. الذين آمنوا يأتي معنا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة: هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم، الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هداية في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله من فضله. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. نعم، خمسة أشياء: شهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، تخليه وتحليه حقيقة التوحيد، وشهد أن محمدا عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام ورسول لا يكذب، وأن عيسى عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح من الأرواح التي خلقها الله وأضاف إلى نفسه تشريفا مخلوق، والجنة والنار أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن هذا فيه أن التوحيد حسناته كثيرة تمحو بإذن الله السيئات. نعم، خمس أشياء في الحديث. نعم، ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي بذلك وجه الله، هنا إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى وجه حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، وفيه إثبات الإخلاص، لأن كثير من الناس نسأل عافية السلام يقول لا إله إلا الله ولا تنفع، لأنه لم يرد بها وجه الله أي الإخلاص. إذن لابد من شروط لا إله إلا الله، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن هذا المفتاح لا يفتح إلا بأسنان، ومن هذه الأسنان الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. نعم، هذا فيه أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله، والدعاء عبادة، وفي الحديث الدعاء هو العبادة. ومن الأمور التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الدعاء. ولهذا أفضل دعاء دعاء من؟ الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام بن تيمية؟ لا، أفضل دعاء الأدعية الواردة في الكتاب والسنة جامعة مانعة. موسى عليه الصلاة والسلام قال: علمني شيئا أدعوك به. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنا رأيت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. في ماذا؟ في الدنيا، في القبر، في الآخرة، في بدني، في مالي، في ولدي، تجمع خيري الدنيا والآخرة بكلام مبدوء بالتوحيد، مختوب بالتوحيد، فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى. إذن أفضل الأدعية أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الوارد يعني في الكتاب والسنة. نعم. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، عامرهن غيري أي الملائكة، يعمرون السماوات بذكر الله سبحانه وتعالى، والواجب علينا أن نعمر هذه الأرض بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. نعم. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم، تكفير للسيئات. نعم. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. بعد أن ذكر وجوب التوحيد، وعرفت أن التوحيد واجب وأول واجبات وأوجب الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق. الآن تشوقت، قال: خذ التوحيد الآن، كيف تحقق التوحيد؟ أريد أبين لك تحقيق التوحيد حتى تحقق التوحيد، تنقح التوحيد، تصفي التوحيد من ماذا؟ من الشرك الأكبر الأصغر، ومن البدع، ومن المعاصي. تحقيق التوحيد، تخليص التوحيد. كيف نحقق التوحيد؟
قول عمل اعتقاد. كيف نحقق التوحيد عند المؤلف رحمه الله؟ بقراءة الباب، اقرأ علينا. قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم، نسأل الله من فضله. قال وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم، أمور ستة ذكرها الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إمام يقتدى به. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة، أمة إمام يقتدى به، قدوة في عبادته، في توحيده، في دعوته، في صبره، في إبراهيم الذي وفى، خليل الله، أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أمة إمام يقتدى به. هذا الأول، إن إبراهيم كان أمة قانتة كثير الطاعة مع الدوام عليها، أدومه وإن قل، لله إخلاص، قانت لله حنيفة مقبل الله مدبرا عن الشرك، ولم يكن من المشركين، البراء من الشرك وأهله. السادس شاكرا لأنعمه، لم يجحد النعمة ولم يكفر النعمة، والنعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر. إذن أثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكر عنه أمور ستة، فلا بد للموحد أن يقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الستة حتى يحقق التوحيد. نعم. وقال والذين هم بربهم لا يشركون، الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، خاف أنهم يظنوا أنه كان في قيام الليل، لأنه غالب سهر هؤلاء في هذه الأيام كانت في قيام الليل، فخاف أنه يظن به أنه كان يقوم الليل. قال أما إني لم أكن في صلاة حتى لا أمدح بما ليس فيه، ولكني لدقت لدقة حية وعقرب. قال ما صنعت؟ قال ارتقيت، ارتقيت يعني طلبت من إنسان يقرأ علي. قال ما حملك على يا أخواننا أدب؟ الصحابة السلف الصالح أدب في المناظرة. ما قال إيش دليلك؟ من أين لك هذا؟ قال ما حملك على هذا؟ شوف الأدب في المناظرة الآن. فيسأل قال ما حملك على هذا؟ نعم. قال نعم. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ وما حدثكم أيضا أدب في المناظرة الآن. نعم. قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال رضي الله عنه لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية يعني ليس معنى الحديث أن الرقية محصورة فقط في العين يعني الحسد، والحمى لدغة كل ذات سم حية وعقرب. لا، معنى لا رقية يعني لا علاج ولا دواء أنفع في العين والحمى من الرقية الشرعية مع ثبوت الرقية الشرعية في غير العين والحمى كالسحر مثلا أو غير هذا أو حتى الأمراض الحسية. نعم. قال الآن الأدب في المناظرة، هذا الآن ذكر الدليل، فقال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، كأنه يقول له حديثك هذا حديث حسن لكن عندي أحسن من هذا، وأنت تركت أعلى شيء، خرجت من 70,000 الآن بطلب الرقية، وكان الأصل ألا تطلب الرقية حتى لا تخرج من 70,000. نعم. فقال له قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه منقب للنبي صلى الله عليه وسلم، مناقب النبي صلى الله عليه وسلم مناقب للأمة، الإسراء والمعراج منقب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المنقب منقب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد نتعلم السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، النبي ومعه الرهط من 3 إلى 9. نعم. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا الشاهد هنا في تحقيق التوحيد، أراد أن تحقق التوحيد وتبقى على التوحيد حتى ولو كنت وحدك ولا تقترب بكثرة الهالكين. نعم.
إذ رفع عليه سواد عظيم. إذ رفع عليه سواد عظيم، وهذا فيه فضل موسى عليه الصلاة والسلام أن أصحابه كثر. نعم. فظننت أنهم أمتي. لأن بعض الناس يظن أن اليهود الذين في زمن موسى عليه الصلاة والسلام يعني ما استجابوا، استجاب كثرة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقوم. أمتي أي أمة الإجابة، لأن الأمة عندنا تطلق على أمة الدعوة، هذا تشمل المسلم وغير المسلم، وأمة الإجابة الذين استجابوا لله والرسول. فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمة. في الصحيح سد الأفق، سواد عظيم سد الأفق. إذن هذا في منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومنقبة للأمة، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم عدد وعمل. عدد، أين العدد؟ سواد عظيم 70,000، وعمل، ما العمل عندهم الذي تميزت به هذه الأمة عن الأمة السابقة؟ لا يسترقون. قال أنت طلبت الرقية، هذا الشاهد في الرد عليه، لا يطلبون الرقية. لماذا؟ توكل على الله. لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون الكي معروف، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، لا بأشياء مرئية أو مسموعة أو بأزمنة أو بأمكنة أو بأرقام أو بلباس، سيأتي معنا باب كامل في التطير. لماذا؟ قال وعلى ربهم. تقديمه من حق التأخير يدل على الحصر، لا يتوكل إلا على الله، صدق اعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. نعم. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء فخرج عليهم. نعم، ذكروا أشياء. إذن هنا المناظرة والبحث العلمي يصح، بدوا يبحثوا من هؤلاء. نظروا الصحابة رضي الله عليهم وقالوا أنه ما يمكن يحصل هذا الفضل إلا أهل التوحيد. الأشياء اللي ذكروها كلها في التوحيد، وذكروا أشياء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم صحابة، لا، أرادوا الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، لأنه بعد فتح مكة دخل الطلقاء ولا ولدوا في الإسلام ولا يشركوا بالله، كل ما يذكروا يذكروا أشياء في التوحيد. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم هذه المذاكرة في العلم. نعم. وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. انتبه إلى هذا. الآن أنت في سعة والباب مفتوح أمامك، استغل هذا واحذر كل الحذر من أن يغلق الباب دونك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للآخر سبقك بها عكاشة. فأنت الآن في فرصة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأنت الآن في فرصة، الآن دار عمل، لا يغلق دونك الباب. قال سبقك بها عكاشة، كان له السبق. قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وهذه آية من آيات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. عكاشة رضي الله عنه مات على التوحيد في حروب الردة. قام الآخر، قالوا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق الباب، لأنه قام الثاني قام الثالث والرابع وهكذا. وفي قول آخر هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني نسأل العافية السلام منافق، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم عليه أمام الصحابة يفضح، فقال سبقك بها عكاشة تعريض. فلابد أن نغتنم الفرص
اليوم عندنا فرص والله ذهبية صدق. تعلم تعليم التوحيد نشر العلم كان، لكن نسعف السلام قليل الذي يشتغل. نعم. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. بعد أن ذكر تحقيق التوحيد أراد أن يبين لك أن المحقق حقا للتوحيد لا بد يخاف من الشرك. كل باب عندنا قاعد بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد، فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضده، من تحقيق التوحيد الدعوة إليه، من تحقيق التوحيد الرقية التبرك، كل ما يأتي بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد. وأراد أن يبين لك أن المحقق حقا للتوحيد لا بد يخاف من الشرك. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله وأبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكسر الأصنام بيده وأثنى الله عليه، يخاف من الشرك. أنت من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على صحابته رضي الله عليهم، إذن نحن من باب أولى. وبعض الناس لم يخطر يوما من الأيام على باله أن يدعو بدعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا يدعو بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما عندنا صكوك غفران، لابد تخاف على نفسك من الشرك من النفاق، تكون في سيرك إلى الله جامعا بين الخوف والرجاء. مفهوم؟ كيف نخاف من الشرك؟ بتعلم التوحيد، بتعلم الشرك حتى لا نقع فيه، بالدعاء، بالبعد عن الكفار عن المشركين، لأن كثرة المساس تميت الإحساس، والخلطة مشكلة. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، لا يغفر أن يشرك به، هذا إذا مات عليه نسأل الله عافية والسلام، لكن إذا تاب في وقت تقبل في التوبة تاب الله سبحانه وتعالى عليه. ويغفر ما دون ذلك يعني من الكبائر والصغائر. نعم. وقال الخليل عليه السلام، يقول خليل إمام أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يقول: واجنبني، يعني يا رب اجعل عباد الأصنام في جانب وأنا في جانب آخر، لا أريد أراهم، أخاف. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الكافر أغمضت عيني مخافة أرى عدو الله. قالت الهرة قولا جامعا كل المعاني: أشتهي ألا أرى القردة ولا القردة يراني. كيف نطالع كأس العالم مصارع الحرة الأفلام الغربية نعجب بهم بالحضارة بالتقدم؟ عجيب هذا. باب الدعوة باب، وباب الخلطة ومشاركة هؤلاء في أعياد في احتفالات في طقوس. والناس في هذا الباب في هذه الأيام بين إفراط وتفريط ووسط، قسم يشارك الكفار في أعياد في احتفالات في طقوس في لباسهم، وقسم يتعرض الكفار بالقتل والسب وأخذ الأموال، نعم، والتفجير، وقسم يتوسط، لا إفراط ولا تفريط. نعم. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من بركة هذه الدعوة، بارك الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوة، ولم يأتي نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا ومن ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، عبادة الأصنام. الصنم كل ما عبد من دون الله على صورة، والوثن عام في كل ما عبد من دون الله على صورة وعلى غير صورة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري صنما أو وثنا، لأنه على غير صورة، وثنا يعبد من دون الله، فالوثن أعم. نعم. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. أخوف ما أخاف عليكم، أي على من؟ الصحابة رضو الله عليهم، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن نحن من باب أولى، إذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته إذن خوف علينا من باب أولى. الرياء سيأتي معنا بإذن الله تعالى أنه من الشرك الأصغر، وقد يوصل الأكبر ويعمل العمل حتى يراه الناس، أو يسمع أو يقول القول حتى يسمع به الناس، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ندا الشبيه والنظير والمثيل، دخل النار دخول أبدي، لأن اتخاذ الند مع الله شرك أكبر. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يشرك به شيئا هنا يعم الشرك الأكبر والأصغر، أما الأول ندا هذا الشرك أكبر. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا من أحسن ما يكون في الترتيب، ذكر لك وجوب التوحيد، أوجب الواجبات، وفضل التوحيد حتى تشتاق، تحقيق التوحيد حتى تحقق، ومن تحقيق التوحيد الخوف من ضده، ومن تحقيق التوحيد الدعوة إلى التوحيد. لابد أن ندعو للتوحيد. إذا أراد أن يبين أن المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو للتوحيد. واحد. الثاني أراد بها أراد بهذا الباب أن يرد على من يقول أنه أول ما يدعى إليه الصلاة، قال لا، أول ما يدعى إليه التوحيد، وذكر هذا الباب شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه. قل هذه سبيلي، الطريق الموصل إلى الله طريق واحدة، هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. أدعو إلى الله، هذا الشرط الأول من شروط الدعوة، وهو إخلاص. لأن كثير من الناس لو دعا فأدعو لنفسه حتى وقال داعي وكذا. أدعو إلى الله الشرط الثاني والثالث والرابع والخامس في على بصيرة. إذا شروط الدعوة كم؟ خمسة. هذا من بركة كتاب الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة علم شرعي ومعرفة حال المدعو والحكمة والصبر. صارت شروط الدعوة كم؟ خمسة. الأول الإخلاص إلى الله، والبصيرة العلم الشرعي لا يمكن ندعو بجهل، والحكمة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة حال المدعو أنك تأتي قوم من أهل الكتاب، والصبر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله نزه الله عن ماذا؟ عن الشرك. ومن قبح الشرك كونه مسبة لله. هؤلاء الكفار يسبون الله بالشرك، وأنت موحد لابد أن توحد الله وتنزه الله وتدعو إلى الله وترد على الشرك، لكن بهذه الشروط الخمس. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له، يعني قبل أن يذهب إلى اليمن، هذا فيه تهيئة الدعاة إلى الله، تعليم الدعاء، ولهذا يقال عندنا دورة في تأهيل الدعاء. نعم. نعم. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا فيه طريقة دعوة أهل الضلال. قال: هؤلاء يهود نصارى، عندهم كتب، عندهم علم، توراة وإنجيل، ناظرهم. قال ناظرهم، قال له ناظرهم بين ما هم عليه من أخطاء. إذن أفضل طريقة لدعوة المخالفين يهود نصارى مجوس ملاحدة سمي ما شئت، أحسن طريقة هذه، ليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية يوحد الله، قل يا أهل الكتاب توراة إنجيل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما قال عندكم وأنتم صنعتم وقتلتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. إذن أفضل طريقة لدعوة كفار ما هي؟ المناظرة. خطأ. توحيد. تعالوا إلى كلمة سواء. نعم. وفي رواية يوحد الله. نعم.
قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أيضا التعليم بالتدرج. عندنا مشكلة، يأتي كافر المركز الإسلامي وليد أسلم، يقول لا عندك ختان وما في خمر وما في نساء وما في أغاني وتطلع زكاة وتصنع كذا وتصنع كذا، هذا يقول بطلنا، كأنه يقول له امشي. جاء رجل نصراني إلى الضحاك بن مزاحم، ضحاك إمام، فقال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر. يعني هو ما الذي يمنع من الدخول في الإسلام؟ حب الخمر. قال له الضحاك أسلم وإن شئت أشرب الخمر. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال أنت الآن مسلم، رجعت عن الدين قتلك السلطان، وإذا شربت الخمر جلدك السلطان. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الإنسان الآن قبل أن يدخل في الإسلام باقي ما وقر الإيمان، ما دخل الإيمان في قلبه، نريد منه فقط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، بعدين تأتي بالتدرج. بعض الدول عندنا، دولة روسيا، حاكم من حكام روسيا في زمن من الأزمنة قالوا اعرضوا عليه الديانات، عرضوا عليه الديانات فأعجب بالإسلام، لكن كان الذي يعرض عليه الإسلام الله أعلم جاهل. قال له لكن الإسلام يحرم النساء والخمر. قال لا يصلح له طبعا، مع أنه يصلح له لو أدخله في الإسلام. قال يعني مسلم يشرب خمر أفضل ولا كافر لا يشرب خمر؟ ها الشيء، كافر لا يشرب الخمر أفضل؟ لا، مسلم غير مختتن أفضل ولا كافر مختتن؟ مرأة سافرة أفضل مسلمة أو مرأة محجبة كافرة؟ إذا أسلم شرح الله صدره للإسلام يا أخي. فهذا خلل عندنا في الدعوة أيضا. نعم، معليه هذه مواطن لازم نطل فيها شوية، لأن عندنا بعض المراكز الإسلامية والله يا شيخ إذا جاء يبغى يسلم قال لا انتظر فكر كم عمرك؟ قال الآن 20. قال يا عمي لا، قدامك فرصة، روح اصنع كل شيء، إذا بلغت فوق 40 أو 60 تعال جالسي، شو المشكلة؟ أما تضيع شبابك، تضيع شبابك. إذا هذا مو مقتنع بالإسلام الداعي أصلا، مفهوم؟ هنا سبحان الله، هذا والله بعض كثير من المراكز والله على هذا الطريق. قال معك 6 أشهر فرصة تفكر. كان الرجل إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فكر. لا، هذا الآن الدعوة إلى الله نسأل عليه السلام إلا من رحم الله. نعم، فإنهم أطاعوك لذلك. والله كثير ممن يدخل في الإسلام لا يعرف الصلاة إلا بعد 10 سنين أنه عليه الصلاة. يا شيخ تقول هذا أمر عجيب، واسأل تسأل في كثير من الدول متى صليت، أقل واحد عندهم يقول صليت بعد 1 سنة. أنا لا أدري أنه يوجد صلاة، ولم أجد من يعلمني الصلاة أصلا. نعم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني على الأصناف الثمانية. نعم، تؤخذ من الأغنياء ترد على الفقراء. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم لأنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه. نعم، قال لا تأخذ، لأنه جاب للزكاة، لا يأخذ أحسن المال ولا الرديء، يأخذ من الوسط. قال واتقي دعوة المظلوم. لماذا يقول له أنت اتقي دعوة المظلوم؟ اتقاء دعوة المظلوم تكون لكل أحد، صح؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ يا معاذ اتقي دعوة المظلوم أنت؟ لماذا؟ لأنه له سلطة، أمير
وجابر الزكاة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله في هؤلاء حتى ولو كانوا كفار لا تظلم. مفهوم؟ أي نعم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. يوم خيبر، خيبر حرب ومرض عليه فيه رمد وجوع، لأنهم طبخوا في خيبر الحمر الأهلية، لو كان عندهم من الطيبات ما طبخوا الحمر الأهلية. منعهم هذا عن الخروج للجهاد في سبيل الله؟ لا. تقاعسوا؟ لا والله، خرجوا. علي مريض معذور وخرج للجهاد في سبيل الله. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الصحابة رضوان الله عليهم ما التفتوا لهذا، هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يده، ما التفتوا. أكبر غنيمة حصلت منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر هي خيبر، أموال كنوز يا رجل، لكن ما التفتوا لهذا يفتح الله على يده. بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر بالغنيمة، ما التفتوا لهذا، لأنهم يخرجوا للدنيا، خرجوا لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فضل الصحابة، يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى لدوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، ما التفتوا لهذا. فبات الناس لم يناموا هذه الليلة، كلهم يرجو أن يعطاها، يريد ماذا؟ رضا الله فقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين عندما وزع الغنائم لم يعطي الأنصار شيئا، فوجدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقام فيهم خطيبا عليه الصلاة والسلام، قال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أرخوا رؤوسهم يبكون، قالوا رضينا، ما خرجوا للدنيا. ذو الخويصرة قال اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام، خرج لماذا؟ للدنيا، كأنه يقول لك لابد أن تخلص لله توحيد تبتغي وجه الله. مفهوم؟ نعم. قال نعم، قال لأعطين الراية غدا الرجل أن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، لكن لا يمكن أن تكون محبة الخالق الكامل كمحبة المخلوق الناقص. نعم. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل نعم إليه. ما قالوا رضوان الله عليهم علي مريض ونحن ظللنا طيلة الليل نفكر وندعو، أعطينا نحن الفضل، لماذا لم يعترض أحد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله نحن أحق بهذا الفضل من علي رضي الله عنه؟ تحقيق الصحابة رضوان الله عليهم للإيمان بباب القضاء والقدر، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا الذي قدر الله خير لك. جاء الفضل لمن؟ لعلي. آمنا وصدقنا وسلمنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبة تخلف لي خيرا منها. صح؟ أي نعم. رضا بالقضاء القدر، حققوا الإيمان، أمر صعب هذا ترى، ليس بالهين، حققوا الإيمان بالقضاء القدر رضوان الله عليهم. نعم. فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. هذه الآية الثانية. الآية الأولى أين في الحديث؟ أين الآية الأولى في الحديث؟ الآية للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يفتح الله على يده، بشام فتح خيبر وفتحت خيبر في اليوم الثاني. الآية الثانية برئ كأن لم يكن به وجع،
سيلمة قالوا له عندنا رجل به مرض في عينه، تعال اصنع به كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه. تم وبصق في عينه، ذهب بصر نسأل العافية والسلام، فضيحة. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولوا أن خوارق العادات أربع، يعني أشياء تأتي على خلاف ما اعتاد الناس، يعني يطير في الهواء، يمشي على سطح الماء برجليه، هذه خوارق عادات خلاف ما اعتاد الناس، يشرب السم مثلا. خوارق العادات أربع، الأول آية، وهذه للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والأصل أن نقول آية لأن هذا الذي جاء في القرآن لا نقول معجزة، أحسن. الثاني كرامة، وتكون لأولياء الرحمن، من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا. الثالث معجزة وفتنة واستدراج، وتكون لأولياء الشيطان كما يحصل للدجال نسأل العافية والسلام. الرابع فضيحة كما حصل لمسيلمة مع هذا الرجل، وكان في بئر وقالوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البئر فيها ماء قليل، ادعو الله سبحانه وتعالى، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بصق في البئر وإذا بالماء يزيد. وقال مسيلمة عندنا بئر فيها ماء قليل، نريد تصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء إلى البئر تم وبصق، جف البئر نسأل العافية والسلام، فضيحة. نعم خوارق عادات. نعم. فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. ثم ادعهم إلى الإسلام. إذن هؤلاء أهل الكتاب ودعوا قبل هذا، أول ما يدعى إليه هؤلاء الإسلام. نعم. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. لماذا يقسم؟ حتى يؤكد هذا الأمر، أسلوب عربي معروف لتأكيد الكلام. رجلا واحدا، رجل واحد خير لك من حمر النعم. الأموال ذاك الوقت، اليوم عندنا عقارات تقول عنده 20 برج مثلا في كذا وفي كذا، وهذا عنده يعني كذا. ذاك الزمن الأموال أفضل الأموال الإبل، فيقول خير لك من أنفس الأموال عند العرب في ذاك الزمن. ماذا؟ رجل واحد، رجل واحد. بعض العلماء يقول حتى وإن كان مسلما لا يعرف الصلاة لا يعرف التوحيد تدله هذا خير لك من أنفس الأموال. نعم يدوكون أن يخوضون. نعم. بهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الأبواب الخمسة، وقلنا هذه الأبواب الخمسة كالمقدمة لكتاب التوحيد. وجوب التوحيد أوجب الواجبات، فضل التوحيد حتى تشتاق، تحقيق التوحيد حتى تحقق، ومن تحقيق التوحيد الخوف من ضده والدعوة إليه. انتهينا من القسم الأول، نكتفي أو نأخذ القسم الثاني؟ كيف ما نستطيع ننتهي إذا نأخذ الثاني، لكن هذول يصبروا أو لا؟ إن شاء الله يصبروا، يعني نصف ساعة أو ساعة إلا ربع إن شاء الله، ما نطيق. اليوم جمعة عشان في خطبة يعني وقف؟ نمشي قليلا. ها؟ نواصل. بسم الله نمشي قليلا. نعم. الآن يبدأ المؤلف بالقسم الثاني، الآن بدأ يفسر لك التوحيد، يبين لك التوحيد، يظهر لك التوحيد، أي توحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. قال خذ توحيد الآن من هنا إلى نهاية الكتاب، لكن هذا القسم الآن يفسر في التوحيد، لكن فسر التوحيد بضده وبضدها يتبين الأشياء. فسر التوحيد بالشرك، ما هو القيام؟ قال ضد القعود، العلم ضد الجهل، مفهوم؟ نعم. لكن لا يستقيم عند بعض الناس، تأتي بالضد يقول لا 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 أريد هذا التعريف. نعم. قال رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. الآن بدأ في الكتاب، لأن الآن بدأنا ترى، هذا قبل كلها يعني مقدمة. نعم. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. يريد المؤلف بهذه الآية أن يبين لنا الشرك في الدعاء، والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة، أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر،
ودعاء مسألة دعاء طلب ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف الغير الله شرك أكبر، طلب الولد الرزق من الأموات مثلا شرك أكبر، وفيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربع، أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه السبب. أقول لهذا الشيخ أعطني كاسة ماء، يصح؟ نعم، حي وحاضر وقادر أعتقد أنه السبب. أما أطلب ماء من الأموات مثلا أو إنسان غائب أو إنسان مشلول، هذا الشرك. نعم، إذن أراد أن يبين الشرك في الدعاء بهذه الآية. نعم، معنى الآية أولئك الذين تدعونهم من دون الله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة عليهم السلام والصالحين، هم في أنفسهم يدعون من؟ يدعون الله. كيف تدعو من هو داعي مفتقر إلى الله؟ تدعو من؟ الغني سبحانه وتعالى. نعم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا التوحيد. نعم، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. نعم، البراء من الشرك أهلي إلا الذي خلقني. لماذا قال إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله؟ لأنه أراد أن يبين أن المنفرد بالربوبية لابد أن يفرد بالألوهية، الخالق هو المستحق للعبادة، اعبدوا ربكم لماذا الذي خلقكم. وأراد أن يبين أن هذه الأصنام مخلوقة مفتقرة، كيف تعبد من دون الله؟ كيف نعبد الجيف؟ كيف تعبد الجيف؟ في أحد يعبد جيفة؟ نعم، يعبد أصحاب القبور. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيها شديد الطول والإنعام، إليك نشكو محنة الإسلام. والله تعبد قبور أكرمكم الله كلاب، قبور كفار تعبد من دون الله ويترك عبادة الواحد القهار سبحانه وتعالى. نعم، وقوله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله الآية. نعم، اتخذوا أحبارهم علماء، اتخذوا أحبارهم علماء، يقال حبر ويقال بحر للسعة، ورهبانهم عبادهم أربابا، قدموا طاعة هؤلاء على طاعة الله. أراد أن يبين لك أن التوحيد هنا ضده شرك في ماذا؟ في الطاعة. مفهوم؟ نعم، اتخذوا أحبارهم، هذا في القديم، في القديم كان يعبد الصالحين والعلماء، اليوم يعبد الطالحين نسأل العافية والسلام، وهم أصلا من يحكي عن هؤلاء الكفر والضلال والإلحاد. في القديم إذا كان يعبد الصالحين وعلماء، في العصر الحاضر لا، يعبد مجانين وكفار وأحجار وأشجار، أول أحجار وأشجار كانت لا تعصي، اليوم يعبد من يقول هم عنهم أنهم كفار، والله هم يقول عن هؤلاء أنهم كفار، ولا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويزني، يعبد من دون الله نسأل العافية والسلام. نعم، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، أراد أن يبين لك هنا الشرك في المحبة، وفقك الله لما أحب، يحب الله ولا يحب أحد مع الله. طب أين محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ملائكة عليهم السلام والصالحين؟ محبتهم تحت محبة الله. الآن لو رفعنا إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، لو رفع أي إنسان اليوم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عنه النبي أو رسول، إيش حكم هذا؟ كفر أكبر، صح؟ إذا لو رفعنا إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا كفر أكبر، فكيف بمن يرفع شمسان وغيره مرتبة جبار السماوات والأرض؟ هذا إيش؟ كفر أكبر. إذا من يرفع إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم يكون كفر أكبر، ومن يرفع إنسان مرتبة جبار السماوات والأرض ما يكفر كفر أكبر؟ من باب أولى. نعم، ومن الناس يعني بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا شبهاء ونظراء ومثلا يحبونهم كحب الله، محبة مساوية لمحبة الله، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، وكيف بمن أحب الند ولم يحب الله سبحانه وتعالى. نعم، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، لكلمة الإخلاص ركنان هما نفي وإثبات فاحفظنهم.
لا إله نافيا جميع معبد من دون الله إلا الله مثبت عباد الله وحده لا شريك له، فلم يجعل التلفظ بلا إله إلا الله عاصما للدم والمال، بل ولا الإقرار، بل ولا العمل، حتى يضيف إلى هذا الكفر بالطاغوت. فإن شك في الكفر بالطاغوت أو توقف أو تردد فليس بموحد. نعم، هذه أعظم مسألة يقول. نعم، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أريد أشرح لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه من هنا إلى نهاية الكتاب، سأشرح لك التوحيد، انتظر لا تستعجل. نعم، قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم، من الشرك الأكبر أو الأصغر، أكبر إذا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها، وأصغر إذا يعتقد أنها سبب وهي ليست بسبب. كثير من الناس في هذه الأيام هدانا الله إياهم يعلقوا على البيوت رأس ثوب وأعين الذئاب وحافر الفرس وكف خمسة وخميسة، صحيح، وخرق سوداء، تشوف على التريلات الآن، تريلات ولا السيارات الكبيرة هذه، خرق سوداء والله صدق، وبعض الأشجار وبعض الأصداف من البحر، وبعض الكتابات: عين الحسود لا تسود، عيون الناس صابتني ورب العرش نجاني. يا داخل الدار صلي على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، والخرز الزرقاء، وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس في مدخل المنزل، ولا إله إلا الله، وأشياء كثيرة ما نبقى أقولها. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد، لديه أولاد ولديه بيت ولديه دواب، وضع شيئا من هذا ليه؟ لماذا؟ من الذي يحفظ لنا هذه الأشياء؟ من؟ الله، صح؟ إذن هذا الأشياء لا يمكن، لابد ننبه الناس إخواننا على هذه الأشياء، حتى وإن كانت زينة لا تجوز، لا لا تجوز، خطأ كبيرة من كبائر الذنوب. لأنه لو يعتقد أن هذا رأس الثور هو الذي يطرد الجن والشياطين والعين، هذا شرك أكبر، يعتقد أنه سبب، الله سبحانه وتعالى ما جعلها أسباب لا شرعية ولا حسية، فهذا شرك أصغر، لابد نحذر من هذا، مفهوم؟ نعم، لرفع البلاء يعني بعد نزوله أو دفع قبل نزوله. نعم، اشترى سيارة لكزس الشيخ 2020، وهذا قال حط فيها مصحف، ليش؟ قال عشان ما يحصل لها حادث. طب لو حصل لها حادث، هل النبي صلى الله عليه وسلم وضع المصاحف في على الدواب وعلى؟ لا، والمصحف الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن حتى نضعه في السيارات أو نقرأ، نقرأ، مفهوم؟ حتى اكتب لا إله إلا الله، ما شاء الله، تبارك الله، يا داخل الدار صلي على النبي المختار عليه الصلاة، هذا كله لا يصح. نعم، وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ما إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، الآية. نعم، أو أرادني برحمة، من الذي يكشف الضر؟ الله سبحانه وتعالى، هذه الأشياء لا تنفع لا تضر، والله. نعم، وليست أسباب أصلا. نعم، عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، من صفر يعني من نحاس، حلقة في يده. تعرف الآن الشباب عندنا ما شاء الله أي شيء يعلق على الشباب كأنه علاقة ملابس أو سبورة، بعض الناس والله نسأل عافية، شفت تعرف السبورة هذه؟ سبورة هي عندنا، بعض الناس سبورة والله، كان عندنا واحد حارتنا هناك إذا وجد وقت يأخذ هذا ويجلس ويبدأ يرسم على جسده سبورة والله هذه الأيام، وقال هذا التقدم وهذا الحضارة، حتى كثير من المسلمين يصنع هذا والله سبورة. اللي يبغى يرسم تعال ارسم، ما عندك أي مشكلة، تبغى تكتب ذكرياتك اكتبها على جسد فلان، نسأل العافية والسلام، والله الحمد لله على نعمة الإسلام. اي والله، ايش دخلنا في هذا يا رجل؟ فيها حلقة من صفر، فشبابنا اليوم تحصل معلق أشياء على جسدي وكذا وعلى السيارة، إيش هذا؟ قال ما عندي أي اعتقاد والله ولا شيء، بس أنا أعلق. طب أنت متشبه بالمشركين، مرتكب كبيرة، تفتح باب شر على الناس، الآن يشوفك عبد الرحمن يقول يا رجل ممكن يصير هذا، خليني أنا أضع زينة أيضا،
لا ما يمكن نتشبه بالمشركين. نعم. فقال ما هذه؟ قال ما هذه؟ أدب. ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني من مثل روماتيزم. واليوم موجود هذا، بعض الناس يضع قطعة من نحاس، إيش ذا؟ قال روماتيزم. إيش هذا في عنقه؟ قال والله حمى. وإيش الخيط هذا؟ قال عشان حمى. طب هل هذه أسباب حسية؟ أطباء أجمع على هذا؟ لا، فقط قال فلان وعلة. واليوم قال إذا فيك كذا سحر أو عين، روح اشتري فضة وضعها في ماء، المهم واصنع كذا وكذا. طب من قال هذا؟ قال والله مجرب. طب مجرب لأنه الشياطين جربت هذا لك. فما يمكن أن نصنع هذه الأشياء أخواننا للتجربة، حتى التجربة من البعض ليس التجربة من الكل، وليس التجربة من العارفين يعني الأطباء. نعم. قال من الواهنة. فقال من الواهنة يعني مثل قلنا الروماتيزم أو الحمى. الآن الحمى إذا جاءت تجعل الإنسان يعني المفاصل فيها أهل ألم، هكذا من الواهنة يعني تعب. نعم. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لا تزيدك إلا وهنا في إيش؟ في الجسم أو في العقيدة؟ في الاثنين. الجزاء من جنس العمل. نعم. فزادوهم رهقا. نعم. فإنك لو مت وهي عليك، أي بعد أن بيّن له النبي ما أفلحت أبدا. ينتفي الفلاح بالكلية إذا كان يعتقد أنها مؤثرة بذاته، وينتفي بعض الفلاح إذا اعتقد أنها سبب وهي ليست بسبب. نعم. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. نعم. وله عن عقبة بن عامر المرفوع رضي الله عنه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق، ما قال علق. لماذا؟ لأنه الآن يعلق التميمة وتعلق قلبه بها. أحيانا يخلعها إذا أراد أكرمكم الله الدخول للحمام وينساها، ويمشي في الطريق يقول نسيت، ممكن يصيبني شيء، يدخل فيها. سبحان الله. طب أنت الآن في ليلة لو قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظا ولا أقربك شيطان حتى تصبح، لا لسنا بحاجة لا إلى التمام ولا غيرها. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. ايش تريد بالتمام؟ تريد بهذه الأشياء. نعم. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ومن تعلق الجزاء من جنس العمل. نعم. لا أتم الله له لأنه إزال في قلق، دائما في قلق. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أصداف تأخذ من البحر فلا ترك الله له. نعم. أمره لا يزال في قلق، نسأل العافية والسلامة. نعم. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أكبر إذا اعتقد تأثيره بذاته، أصغر إذا اعتقد أنه سبب. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. من الحمى يضع خيوط ويقول هذه تذهب درجة الحرارة، فقطع الخيط. نعم. وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني هم يستدلوا بالآية النازلة في الأكبر أنها تعم الأصغر، قطع وتلا عليه الحديث الآية. نعم. الدليل المهم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لم يقل من الشرك الرقى والتمائم، لأن عندنا الرقية تنقسم إلى قسمين: شرعية وشركية. الرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة: أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته يا حي يا قيوم اكشف ما نزل به أو بأخي دعاء. الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع باللغة العربية. لا يوجد عندنا رقية باللغة الهندية، باللغة الإنجليزية، باللغة الأردية. الثالث أن يعتقد أنها سبب. كبار العلماء عندنا يشتغلوا بالرقية؟ لا. مريض اقرأ على نفسك. هذا فتوى الشيخ بن باز رحمه الله، يقول اقرأ على نفسك. أنت تحفظ الفاتحة؟ في أحد لا يحفظ الفاتحة مسلم؟ يحفظ فاتحة، فاتحة رقية خلاص. وجعلوا يعلق الخلق بمن؟ بالخالق. ولو فتحنا باب الرقية اليوم ما انتهت. نعم.
الثاني التمائم، التمائم كلها من الشرك إلا إذا كانت من القرآن فهي محرمة لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من رقعة التمائم، وكراهية السلف، والكراهية عند السلف تحريم، وفتح باب شرع للناس وامتهان للقرآن قد يدخل بالتميمة للحمام أكرمكم الله ويصيب شيء من بول الغلام. نعم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل. لا يلزم أن نعرف هذا السفر، والحكم هذا ليس مختص أصلا بالسفر، في السفر أو في الحضر شيء واحد سيام. نعم. ألا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت؟ إذا لابد ذحين رب المنزل لابد أن يصنع هذا، هذا الأخ عنده ما شاء الله تريلات يأجرها ويشتغل فيها، لابد يراقب العمال هذول يقطعوا هذا. شوف أنت خرق سوداء، أنت لا تظن وضعها هكذا والخرق البالية، لا، من أجل العين. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى التي يعني اختلف فيها شرط من الشروط الثلاثة، والتمائم طبعا من غير القرآن. نعم. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. إذا لماذا تعلق هذه الأشياء؟ توكل على الله. نعم. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا قلنا الراجح. نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. من العين والحمى وغير هذا كما ذكرنا في شرح الحديث، لكن أنفع شيء في العين والحمى. نعم. والتولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم، خاتم الدبل الآن إذا وضع الخاتم هنا الزوجة تقول يحبني، وقالوا أنه في عرق أو ما أدري أو المهم شيء متعلق بالقلب هنا في الأصبع هذا، وإذا وضع قال خلاص فسخت الخطبة. المهم أشياء يذكرها منها هذا الخاتم، ما علاقة الخاتم الآن بالحياة الزوجية؟ نعم. وهم في الحقيقة هذا مما جاءنا من الكفار، بعد أن يعتقد عقيدة التثليث يثبت هذه العقيدة بهذا الخاتم، لأنه أين يضع هذا الخاتم الدبلة؟ في الكنيسة. من أين جاءتنا خاتم الدبلة؟ لو تسأل كبار السن يقول ما كنا نعرف خاتم الدبلة أصلا. صحيح الآن بدأ خاتم الدبلة وتقول يحبني ولازم في الداخل، أنت ما تعرف يكتب الاسم، الاسم وقلب المهم والتاريخ الزواج نعم، باقي إذا خلع يكتب تاريخ الطلاق. نعم. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس. الحياة ستطول بك، إيش تصنع؟ إيش تصنع إذا الحياة تطول بك؟ ماذا تصنع؟ قال فأخبر الناس، ماذا؟ علمهم التوحيد وحذرهم من الشرك. إذا طالت بك الحياة اعمل أعمال صالحة، من طال عمره وحسن عمله. نعم. يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته إما يعقد اللحية من باب التكالة، بعض الناس يسوي لك كذا، صحيح؟ أن ما شاء الله أنا شيخ وأنت لست بشيخ مثلا، طيب عقد لحية، أو هو يعقد اللحية من باب دفع العين حتى لا أحد يصيبه بعينه، لحيته طويلة ما شاء الله فهو يعقدها حتى لا يصاب بالعين، وعقد اللحية لم يجعل الله سبحانه وتعالى سببا لدفع العين. نعم. أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، تقلد وترا هذا هو يأخذ أعضاء من الحيوانات ويعلقها على الأولاد، على الدواب، على السيارات، على كذا. نعم. أو استنجى برجيع دابة أو استنجى برجيع، لأن الآن رجيع دواب الإنس طعام لدواب الجن. نعم. فإن محمدا عليه الصلاة والسلام بريء منه، والبراءة منه تقتضي أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. لماذا؟ الآن
إذا تقطع تميم الإنسان طبعا بالتي أحسن، أنت اعتقت هذا من عبودية من؟ عبودية الشيطان. وهذا يكون عبد، كلنا عبيد لله. عندما تعتق اعتقته من عبودية إنسان، عبودية الإنسان ليس فيها شرك صح، لكن عبودية الشيطان شرك. فقال إذا تقطع تميمة من إنسان أعلى من عتق رقبة. الحمد لله ممكن هذا يقول اليوم ما في عندنا رق الآن، ونستطيع بماذا؟ تحذير الناس من الشرك وتعليم الناس التوحيد. نعم، تعتق رقابهم من النار. نعم. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التميمة. إبراهيم هذا النخعي من أصحاب ابن مسعود، يحكي نفس الكلام متقدم رضي الله عنه. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم، والكراهة عند السلف هي التحريم. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هذا مشكلة عندنا، التبرك التمسح، اتبرك بالأشخاص، بالأحجار، بالكعبة، بالحجر الأسود، بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بتربة البقيع، تربة أحد، تربة المدينة. التبرك ينقسم إلى قسمين، مشروع وممنوع. المشروع إما بأمر شرعي أو بأمر حسي. هذا الأخ يقول أنا لا أصلي الفرائض إلا في المسجد، لماذا؟ قال لأنه هذا واجب، والصلاة في المسجد مع الجماعة 27 درجة. وأحرص إذا ذهبت للمدينة لا أصلي في المسجد النبوي، وإذا نزلت المدينة بعد أنزل في المدينة أتطهر في بيتي ثم أتي مسجد قباء وصلي في ركعتين. لماذا؟ قال هذا بركة، أجر عمرة، وأصلي في المسجد الحرام، وأرض ومكة أرض مباركة، والمدينة أرض مباركة، وأرض فلسطين أرض مباركة. صحيح؟ ذرية إبراهيم ذرية مباركة، زمزم ماء مبارك. صح؟ تمام. تبرك بأمر شرعي أو تبرك بأمر محسوس. كتب الأئمة الآن انتفع الله سبحانه، نفع الله سبحانه وتعالى بكتب هؤلاء الأئمة. صح؟ هذا تبرك محسوس ملموس. تمام. إذا لم يثبت فيه شيء لا شرعا ولا حسا ينتقل من مشروع إلى ممنوع، شرك أصغر. يتمسح بماذا؟ بركاتك يا سيدنا الشيخ. يتمسح، تشوف كثير من الناس اليوم يأخذ الملابس يمسحوها في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي الكعبة. صح؟ أي نعم. ويقطع حتى يعني لباس الكعبة. صحيح؟ لا تنفع ولا تضر. عمر رضي الله عنه يقول والله إني لأعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، قبل حجر. لماذا أقبل؟ اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البركة هنا في الاتباع. أما تعتقد يضر أنفع، شرك، نسأل الله عافية السلام. نعم. بركاتك سيدنا الشيخ، ما في بركاتك سيدنا الشيخ. نعم. زارتنا البركة أيضا، لا لا تقول زارتنا البركة. البركة من من؟ من الله. مفهوم؟ ولهذا بعض الناس اشتري أرض. الشيخ اشترى أرض، أول ما يشتري الأرض يفكر في إيش؟ أنه ترتفع الأسعار. صح؟ حتى يصير سعر الأرض 20 مليون ولا مليار. وماذا؟ طب بعده هو لا يستطيع يشتري أرض ثانية، ارتفعت الأسعار. صح؟ وإحنا ندعو بماذا؟ اللهم نعوذ بك من الغلاء. صح؟ ليش؟ عندما تشتري أرض تتمنى ارتفاع الأسعار، تضر بنفسك وبالآخرين. إيش تقول عندما تشتري أرض؟ تدعو الله أن يبارك لك فيها. اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم أضحية، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه درهم أو دينار واحد، ذهب واشترى وأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة والدرهم أو الدينار. المفروض يعطي النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يأخذ الأضحية ويعطيه إيش؟ الدينار أو الدرهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الشاة وأخذ الدرهم أو الدينار. وماذا صنع؟ دعا له بالبركة. الله أكبر. لو أخذ الدرهم الدينار كان انتهى. قالوا لو باع ترابا لربح. صحيح. ذرية أنس رضي الله عنه ذرية مباركة، بارك الله له في عمره في ذريته. البركة إذا تطلب من من؟ من الله. مفهوم؟ أي نعم. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. أخبروني ما شأن هذه الأصنام وهذه المعبودات التي تعبد من دون الله ويذبح عندها وتطلب منها البركة. اللات
رجل صالح كان يلد يفت السويق تمر، تمر مع شيء من الدقيقة والسمن أو من الإلحاد في أسماء الله، سموا اللات من الإله والعزة من العزيز ومناه من اسم الله المناه، أو مناه لكثرة ما يمنى ويراق عندها من الدماء. قال اخبروني ما شأن هذه الأصنام التي تعظمون تذبحون لها تزعمون لها بركة؟ لها بركة؟ لا والله. نعم. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين وادي بين مكة والطائف، حدثت فيه معركة حنين المعروفة. نعم. ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا مقدمة فيها اعتذار، قال حدثاء عهد بكفر، هذا الذي حصل لقرب الدخول في الإسلام، لم نعرف هذا. نعم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون الأسلحة بهذه الشجرة، يعتقد أن الأسلحة إذا علقت بهذه الشجرة تعطيهم قوة للسلاح وينتصر في الحروب. إلى اليوم، إلى اليوم في كثير من البلدان أشجار تجد عليها خرق وأشياء تعلق، صح؟ وأقفال، قفل، تحصل قفل موجود في الشجرة وعلى على سور المقابر، صحيح. وعيد الميلاد يعطيه مفتاح يعطيه قفل، والله صدق. هدية عيد الميلاد عندهم، عندهم ليس عندنا بفضل الله، يعطيه في عيد الميلاد إيش؟ قفل ومفتاح، ويروح يقفل القفل وين؟ عند القبر. طب أنت تبغى يحل العقدة ولا تعقد العقدة؟ هذه مشكلة أيضا، يروح يعقد العقدة عند القبر، هي معقدة أصلا، تعقدها زيادة عند القبر. أنا والله كنت في كوريا قريبا الآن، وش عندهم شجرة، الشجرة واضعين عندها هذه الخرق وقلم، تكتب وتعقد، تكتب وتعقد عند الشجرة. قلت هذا من الجاهلية إلى يومنا هذا، سبحان الله. مسلمين نعم. ها؟ مسلمين اللي بسووا لا كفار، مسلمين يوجد في بعض الدول الإسلامية، والله أنا رأيت هذا بعيني، حتى الشجرة تكاد تسقط من كثرة ما يعقد عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لها ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم والله، يحج في بعض الدول الإسلامية إلى بعض القبور والله أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام، والله الذي لا إله إلا هو، نسأل العافية والسلام. نعم. يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، ذات أنواط ذات تعليق، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله، الصحابة رضي الله عليهم أرادوا إغاظة الكفار وعلموا أن العبادة مبناها على الإذن، استأذنوا لم يفعلوا، إذا لم يحدث من الصحابة رضي الله عليهم لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، حتى الذين طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام لم يحدث منهم شيء لأنهم استأذنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليهم، وفيه استعمال الغلظة في موضعها، وأن الذي يغلظ عليك أحيانا في الكلام هذا محب لك صادق ناصح، فاللي ينصحك ومحب لك تقبل منه أن يشد عليك أحيانا، صح؟ ولهذا عندنا يقولوا من حبك دبك، من حبك دبك، مفهوم؟ اي نعم. اما اللي ما يحبك يقول يا عمي ما عندك مشكله وانت في خير، ولا تصلي ولا تصوم ولا تحج، وسب الرب وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندك اي مشكله، تدخل الجنه من الابواب الثمانيه والله. نعم. فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما له ذات انواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر. التكبير عند التعجب، الله اكبر، انها السنن. نعم. الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقال إنكم قوم تجهلون. نعم. وتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. سنن أو سنن يصح. نعم. إذن الصحابة رضي الله عليهم لم يحدث منهم شيء، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. الذي يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة، طعنوا في الله لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنه،
وطعنوا في دين الله نقلوا لنا الدين. إذا طعننا فيهم معنى هذا نقل لنا الدين من أناس ليسوا بثقات. الثالث طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن المرء على دين خليله. والثالث والرابع طعنوا في الصحابة وهذا واضح. لا نتكلم عن الصحابة بشيء. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح لغير الله يوجد عندنا ذبح جائز، هذا يذبح شاة لحم أو تجارة أو إكرام ضيف، جزار يبيع اللحوم يصح، جاء ضيف وذبح له لا إشكال. نعم. وعندنا ذبح لغير الله محبة وتعظيما، هذا حكمه شرك أكبر، يذبح للجن لأصحاب القبور. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. نعم. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه. قل إن صلاتي أعمالي البدنية ونسكي أعمالي المالية، يعني عبادات مالية وبدنية لمن؟ لله رب العالمين. مثال الصلاة مثال للأعمال البدنية، والنسك الذبح مثال للأعمال المالية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، الذي له أن يتحكم في سواء كنت حيا أو ميتا الله سبحانه وتعالى. يعني ما صح أقطع إصبع وقل هذا ملكي، لا ما هو ملكك هذا. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا أنداد ولا أصنام. وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، أول من أسلم في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو عليه الصلاة والسلام أعلى الأمم إسلاما وانقيادا، ويصح الجمع. نعم. وقوله: فصل لربك وانحر، اجعل أعمالك البدنية والمالية لله سبحانه وتعالى. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. نعم. لعن الله من ذبح لغير الله محبة وتعظيمة، شرك أكبر. لعن الله من لعن والديه، يلعن والديه مباشرة أو متسبب، يسب أبا الرجل فيسب أباه. نعم. لعن الله من آوى محدثا، آوى محدثا ضمه إليه وحماه ومده بالطعام والسلاح والماء. والإحداث إما إحداث في الدين أو في شؤون الأمة. إحداث في الدين خوارج اليوم، لو تعرف أحد من الخوارج ما يمكن تسكت عنه، لو تسكت جاءك هذا اللعن الذي في الحديث، كيف تسكت عنه؟ أو إحداث في شؤون الأمة، سارق لص قاطع طريق ما يمكن. نعم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لابد نتعاون إخواننا مع الحكومات الآن في القضاء على هذا، في الإحداث في الدين خاصة. نعم. لعن الله من غير منار الأرض، غير منار الأرض يعني الحدود، مراسيم يضع حدود الآن، فهذا يغيرها إما بتقديم أو بتأخير، طبعا بغير حق، لكن لو ذهب إلى المحكمة وبحق غيروا له بالحق وبالنظام وبكذا يصح طبعا. نعم. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن هذا الحديث يقال عنه أنه ضعيف، سنشرح الحديث على اعتبار أنه صحيح. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. في ذباب فيه هنا سببية، يعني بسبب، دخلت النار امرأة في هرة يعني بسبب هرة. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم للتشويق، قالوا كيف ذاك؟ الصحابة رضي الله عنهم ما أرادوا العلم، أرادوا العلم والعمل. نعم. قال: قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب. نعم. إذن هؤلاء في الطريق، سد الطريق، أي واحد يمر من الطريق يلقى القبض عليه، تقرب يتركوك، تريد الرجوع حتى لو تريد الرجوع يقتلوك، ما في مفر، مثل داعش اليوم. داعش إذا أي واحد التحق بداعش إذا دخل لا يخرج، مفهوم هذا معروف، لا داعي إلى النشرة حصلا، مفهوم. إما أن تبقى على المعتقد أو تقتل. نعم. فقالوا لأحدهما قرب. نعم. قال: ليس عندي شيء أقرب. يعني هنا الآن اعتقد جواز الذبح لغير الله محبة وتعظيمة، إذن هنا أشرك شرك أكبر. نعم. قالوا له قرب ولو ذبابا. قال: قرب ولو ذباب. الذبابة مثل البعير لا فرق، إذا اعتقد الذبح لغير الله ذبابة مثل ما يقرب بعير. ولهذا بعض الناس يعني يهون من الشرك، يقول: يا عمي
والنبي شيء بسيط، والنبي أمر عادي أخي، إحنا عددنا نقول والنبي شرك أصغر، كيف تحلف بغير الله؟ نعم. قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه اعتقد الذبح لغير الله دخل النار. نعم. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. نعم، هذا على أن الأمم السابقة ليس عندها إكراه طبعا، أما هذه الأمة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، إن صح الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. عندنا إشكال هنا، بعد أن ذكر الذبح أراد أن يبين لك أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن عندنا اليوم يقول عيد رأس السنة، طيب عيد الحب وعيد الأم، يقول أنا ما لي علاقة بس بجيب هدية لأمي في عيد الأم، وعيد الحب أجيب هدية لزوجتي. يقول لا، طالما جاء في نفس الوقت إذا أنت الآن متشبه بمشكلة، حتى وكان هذا في بيتك، قال أنا أحتفل أنا وأولادي في بيتنا فقط بعيد رأس السنة، عيد الكريسماس، عيد المهم، عيد الشياطين، وعيد لكل شيء. أنت ما تعرف عيد الحب، عيد الحب، عيد الأم مثلا، عيد الأم هم هؤلاء الكفار صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعني لهم تواصل مع أمهاتهم، فجعلوا لهم عيد يوم في السنة يشوف أمه، وإحنا الحمد لله غير هذا، صح؟ ما مشك علاقة أنت بهذا بعيد الحب، عيد الشياطين. نعم. فلا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، كيف إذا شارك هؤلاء في أعياده واحتفالاته؟ هو يريد يذبح لمن؟ لله، لكن المكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لأن تكثر سواد أهل الباطل ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. نعم. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية لا تقم فيه أبدا مسجد ضرار، منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مسجد ضرار. لماذا؟ لأن المسجد أسس على الكفر والإرصاد والتفريق والمحاربة. ويا أهل الخليج انتبه، أردت تبني مسجد، أول شيء قبل بناء المسجد لابد أن تحدد لجنة المسجد، إمام المسجد ومؤذن المسجد ومن يقوم في هذا المسجد، يقيم التوحيد والسنة في المسجد. انتبه، لا تبني مسجد ضرار، مفهوم مهم جدا. قبل أسهل شيء بناء المسجد، لكن أهم شيء من يقوم في هذا المسجد، أنه ممكن تبني مسجد ضرار، كفر وإرصاد وتفريق ومحارب. والله اتصل بي واحد من أهل الخليج وقال في عندي مسجد بنيته في مكان كذا، أريد تذهب إليه. قلت طيب أعطيني رقم هؤلاء. حاولت معهم، قالوا ما تأتي الدرس توحيد أبدا عندنا، تبغى تدرس الشرك تعال. هذا معنى الكلام. اتصل بواحد من أهل الرياض مرة كنت راح للسودان، واتصل بي والله قال أنا سمعت أنك راح السودان. قلت إن شاء الله رايح، تبغى شيء؟ قال والله عندي خدمة. تفضل إذا استطيع إن شاء الله أصنع لك. قال بنيت مسجد في السودان واتفقت معهم على لجنة المسجد ومسجد وكذا، والمسجد الآن كله صوفية ويرقوا صوفية. قلت طب أنا إيش أصنع؟ قال اهدم المسجد. قلت كيف؟ قال تهدم المسجد، والله أنا لا أبني مسجد ضرار. قلت اتفقنا، أنا فهمت القصد. وصلت السودان، أول ما جاني هذا المندوب قلت فلان بنى مسجد هنا؟ قال نعم. واتفق معكم؟ قال نعم. ودفع رواتب؟ قال نعم دفع رواتب للإمام مؤذنك. قلت المسجد الآن؟ قال أخذوا الصوفية. قلت خلاص أنا أبغى أروح للمسجد. قال ليش؟ قلت تهدمه. قال من جدك تهدم بيت من بيوت الله؟ قلت هذا ما هو بيت من بيوت الله إذا كان في صوفية وفي رقص وفي كذا. قال أعطيني فرصة. قلت كم يوم؟ قال 3 أيام. قلت خلاص معك فرصة 3 أيام. والله 3 أيام اتصل بي وجاني وذهبنا المسجد، طرد الصوفية والمسجد في دروس والحمد لله. قلت من الأول. وانت لو تسمع الآن بعض الفرق الضالة قال الحمد لله، يقولهم أهل الخليج يبنون ونحن نأخذ كل شيء والله ونحولها إلى كنائس والله ومعابد، والله والله الذي لا إله إلا هو، بعض المساجد يأخذوها ويحولوها كنائس ورقص ولعب
والشرك وقبور تدفن في المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. نعم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة اسم مكان، وقال هو قريبا من منطقة عندنا اسمها ينبع على البحر. نعم، يعرفها شباب الجامعة. نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثب؟ هل كان يعني انتهى، كان فيها وثب، هل كان فيها عيد؟ لماذا؟ لأن الذبح الآن هنا قد يثير الأمور الشركية التي مضت وانتهت. لأن عندنا الآن مثلا بعض الناس يقول نريد نصنع بعض الأعياد التي كان عليها الفراعنة، صح؟ عيد شم النسيم، والله صدق هذا عيد للفراعنة، وكانوا يذبحوا عروس أجمل مرأة يقدمها قربان للنيل. إلى اليوم في أثيوبيا يصنع هذا، والله إخواننا يعبد النيل، والله الذي لا إله إلا هو إلى يومنا هذا، والله منبع النيل أثيوبيا، صح؟ إلى اليوم يعبد النيل إلى يومنا هذا. هل فالأمور البدعية في بعض الناس تريد، قال التاريخ وهنا مكان كان فيه كنيسة، ونريد فقط أن الناس تعرف أنه هنا كان يعبد الصليب وكان يعبد كذا ويعبد كذا، وعندنا في هذه الأيام قبور تخرج، قال هذا قبر نبي الله عليه الصلاة والسلام فلان، ما يعلم قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا قبر من؟ نبينا محمد، هو الذي يعرف، غير هذا ما يعرف قبر نبي. وبعض الدول من أجل السياحة الآن قبر فلان وقبر فلان، حتى لو نعرف قبر فلان إيش نصنع؟ قال هل كان فيها وثن؟ قالوا لا. كان فيها عيد؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك، يعني لو قال نعم كان الإجابة لا تفي بنذرك، مفهوم؟ وش نبغى في هذه الآثار أصلا؟ وبعض الناس اليوم في الواتساب يرسلوا رسائل وهذا المكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كذاب، 1400 سنة وتقول جلس، حتى لو جلس أين الصحابة والتابعين واتباع التابعين؟ ما أحيوا هذا المكان. وهل قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان الجلوس والتعبد؟ قصد المسجد النبوي، قصد المسجد الحرام، قصد منى، عرفة، مزدلفة، ثم لم يقصد هذا المكان بعين، قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. واليوم يرسل رسائل وقال هذا، ويطلع واحد يتكلم وقال هذا من الآثار النبوية ونسيها الناس، والآن نحن نذكر الأمة بالشرك. والله هو هذا معنى الكلام، نريد نبعث الأمور الشركية التي مضت وانتهت بهذه الوسائل اليوم، صحيح؟ وقبر فلان وقبر فلان، واحد قال لي وفقني الله بأن أبني مسجد على قبر من نبي من الأنبياء والرسل عليه السلام. من؟ والله ذكر لي اسم، ما هذا الاسم ليس موجود حتى في الكتب الخرافات، اسم نبي، قال أنا وفقني الله بنيت المسجد على القبر. حسبنا الله وكفى. نعم، اي والله حسبنا الله ونعم الوكيل. نذر رجلا ان ينحر ابلا ببوانة، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك، فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. في معصيه يقول لله نذر، مثلا ان يعني مثلا اقتار، او فيما لا يملك ابن آدم يقول لله على نذر أن تصدق بنظارة فلان، هو لا يملكها. نعم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله شرك أكبر، كالحلف بغير الله في اللفظ، لكن في الحكم شرك أكبر، لأنه نذر لهذا لأنه يعظم. نعم. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر مدح لمن؟ للمؤمنين. إذن دليل على أنه عبادة، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه لغير الله شرك. نعم. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نعم، لكن الإنسان لا ينذر،
لأنه لا أتي بخير قال به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لم يتنفذ بالنذر عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. باب من الشرك الاستعانة بغير الله. استعانة، استعاذة، استغاثة، شفاعة، دعاء، شيء واحد. يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربعة: أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. اختل شرط شرك. نعم. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قل من خاف شيئا من غير الله خوفه الله به وسلط عليه. تخاف من الجن، ايش تصنع؟ أعوذ بكلمات الله التامات، لا تنام وحدك، تأخذ بالأسباب. أما تذبح، تتقرب، تستعيذ بهم، كان الجزاء من جنس العمل، فزادوهم رهقا. نعم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. يقول القرطبي رحمه الله: قد جربت ذلك حتى أني دخلت إلى منزلي ذات يوم ولم أقل، ما قال الدعاء، فلدغتني عقرب. يستدل أهل السنة والجماعة صلى الله يجعلني وياكم منهم بهذا الحديث على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، لأن الذي يقول أنه كلام الله مخلوق نقول استعاذة بالمخلوق، نقول شرك أكبر. إذا خفت ماذا تقول؟ يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لو تقول أنه كلمات الله مخلوقة فهذا معناه أنه هذا شرك أكبر، ولو تقول أنه كلمات الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته فهذا معنى أنك موحد ومثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ويصح الاستعاذة بالله بأسمائه وصفاته. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. خلاص، هذا آخر باب في هذا القسم. نعم. يستغيث أو يدعو، قلنا استعانة، استعاذة، استغاثة، شفاعة، بابها باب الدعاء. يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه السبب. نعم. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام عصمه الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر. لا يقع في الشرك عليه الصلاة والسلام. قال: فإن فعلت، وقدر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا، كان من الظالمين، إذن غيره من باب أولى. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. نعم. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. الأول الآية: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فابتغوا، أصل الكلام أن تقول فابتغوا الرزق عند الله. الآية كانت فابتغوا عند الله، يعني لا عند غيره، حصر تقديمها من حق التأخير يدل على الحصر. فابتغوا عند الله لا عند غيره الرزق. ولهذا بعض الناس يقول: ماذا صنع لنا الحكام، ماذا صنع لنا الخليج، أين العروبة، أين كذا، ضيعنا الحكام كل أموالنا، إيش لك علاقة بهم؟ فابتغوا عند الحكام الرزق، عند السلاطين لا، فابتغوا عند الله لا عند غير الرزق. ثم قال إيش قال بعد هذا؟ إيش علاقة العبادة؟ العبادة هي سبب لفتح باب الرزق. انتبه لهذه المسألة. بعض الناس قال: أريد هاجر إلى أوروبا، هذه هجرة؟ هذه ما هي هجرة. قال: يا أخي هجرة، يا أخي كيف تكون هجرة؟ هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. قال: ما في وظائف، أريد أبحث عن وظيفة. كيف وظيفة؟ إنما عند الله لا ينال بماذا؟ بمعصيته. وكيف تريد تكون مستجاب الدعوة؟ وكيف تبقى مع الكفار؟ طب الله سبحانه وتعالى إيش يقول؟ إن الله هو الرزاق، وابتغوا عند الله الرزق واعبد. إذن العبادة سبب لفتح باب الرزق. واحد من المشايخ ولده تخرج من الجامعة، ولما الولد سبحان الله بدل يشتغل في الشريعة وفي الإمامة وفي تعليم الناس بدأ يشتغل في إيش؟ في التجارة. فأبوه قال: تعال تعال يا ولد. كان اسمع،
أنا أمامك الآن اشتغلت بالحمد لله بالعلم والتعليم، الحمد لله كل شيء عندي، وش تبغى؟ تعال خليك في الدعوة في العبادة، الله يفتح الله عليك. نعم في أول الأمر لازم إيش؟ ابتلاء. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أصدقاء الشيخ بن عثيمين مثلا، أصدقاء الشيخ بن عثيمين اللي كانوا مع بن عثيمين أيام الصغر أيام الطفولة يلعبوا، كان بن عثيمين يلعب؟ لا، كبر الشيخ وكبر هؤلاء. الشيخ بن عثيمين عنده بيت وزوجة وأولاد وسيارة وجاه، صح؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الدوس الأعلى من الجنة، والناس إلى يوم كان تثني عليه، صح؟ أين أصدقاء بن عثيمين كانوا في الصغر اللي نشأوا معه؟ وين؟ ذهبوا مع التاريخ، لا ما ذكر في التاريخ أصلا، صح؟ إذن إخواننا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ومن يتق الله أجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. إذا عبادة سبب فتح باب الرزق، واعبدوه ثم قال واشكروا له. لماذا؟ لأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر. نعم. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. نعم، ومن أضل يعني لا أحد أضل، أو لا أحد أضل في هذا الباب. يدعو من؟ يدعو من لا يستجيب. طب ممكن يستجيب؟ قال لا، إلى يوم القيامة. طب هو يدري عنه؟ قال لا، وهم عن دعائهم غافلون. طيب وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني أربع أشياء الآن تدل على أن هذا أضل الناس. كيف يدعو من لا يستجيب؟ طب ممكن يستجيب؟ قال لا يستجيب أبدا. طب ممكن يدري عنه؟ قال لا يدري عنه. طيب يوافق؟ قال لا، حتى يخالفه وينكر هذه العبادة. نعم. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إقرار عبدة الأوثان، عبدة الأوثان، إقرار عبدة الأوثان أنه لا يخلصهم مما نزل بهم إلا من؟ إلا الله. ولذلك في الشدة يدعون الله مخلص. إذا كان لا يخلصك في الشدة، إذا من باب أولى لا يعبد هذا في الرخاء. نعم. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال يعني إذا كان هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لابد اليوم في إذا، مفهوم؟ نعم. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. هل تصح هذه الاستغاثة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حي وحاضر، نعم لا قائل وقادر، نعم يسجن هذا أو يدعو عليه، ويعتقد أن السبب، لا نشك في أن الصحابة يعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سبب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط، بل حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشيخ. فأتي واحد إلى الشيخ يقول يا شيخ أنا مريض تعبان أريد أن تدعو لي، إيش يقول الشيخ؟ يقول عندي وأنا أدعو لك؟ يقول اسمع، أنا وأنت كلانا مفتقر الله، أنت تدعو لي وأنا أدعو لك، وكيف الدعاء عبادة؟ كيف تترك عبادة الله وأنا أعبد عنك؟ وإذا كان عندك مانع من إجابة الدعاء حتى لو دعوت لك ما استجاب، لابد تفتش عن المانع. تعلق الخلق بمن؟ ما عندنا مثل ما يصنع المتصوف الولي، هو الذي يعبد، هو الذي هو كذاب أصلا، أنا عارف كذاب، نعم ما يصنع شيء، لكن يأخذ أموال الناس بالباطل وقال أنا أدعو لك كذا، وإذا تريد دعوة في آخر الليل في ثلث الآخر مع دمعتين تزيد في السعر قليلا، نسأل الله عليه السلام. نعم. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا هو التوحيد، تعليق الخلق بالخالق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. جزاكم الله خير.